بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم متابعينا طلبتنا الكرام أبناؤنا الأعزاء في هذا الفيديو من في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي. خلال هذا الفيديو ستتعلم كيف تجيب على أسئلة النص في فرض أو اختبار في اللغة العربية. في هذا الفيديو ستكتشف الأسئلة الأكثر وروداً في امتحانات اللغة العربية وستتعلم كيف تجيب عليها. لنبدأ على بركة الله. نقترح عليكم هذا النص: محمد كريم في أخلاقه، طيب في صفاته كلها، وهو طفل أظهر صفات جليلة وخصالا عظيمة، ثم شب كريما وأمينا. رسول الله محمد بعث عندما كبر رحمة للعالمين، رجل عظيم تلقى العديد من الصعاب في تبليغ دعوته. كم نحبك يا محمد، فأنت كالبدر في تمامه، قدوة للمسلمين والمسلمات في كل بقاع الأرض شرقها وغربها، لا يضاهيه أي ند أو شبيه على مر العصور. صلى الله عليك يا محمد. السؤال الأول: ضع عنوانا مناسبا للنص. يرد هذا السؤال كثيرا في مواضيع الاختبارات للغة العربية ولجميع الأطوار والسنوات. الخطوات لكي تتمكن من وضع عنوانا مناسبا: أولا، اقرأ النص على الأقل 3 مرات. ثانيا، يجب التركيز على الكلمات التي تتكرر كثيرا، على الكلمات أو على مرادفاتها أي معانيها. ثالثا، اقترح على الأقل 3 عناوين ثم اكتب أحدهما كإجابة نهائية، مثلا محمد، رسول الله، أخلاق محمد. السؤال الثاني: ما هو النمط الغالب في النص؟ يرد هذا السؤال أيضا بكثرة. يا ترى كيف تعرف وكيف تحدد النمط الغالب في النص؟ أولا، استخرج من النص الدلائل وتسمى أيضا المؤشرات التي توحي بكل نمط. هناك مؤشرات توحي بأنماط النصوص في اللغة العربية. أنماط أو أنواع النص هي: النص السردي، يعني النص الذي يحكي أو يسرد حادثة. النص الحجاجي، أي الذي يقدم الحجة والبرهان. وصفي، وهو النص الذي يصف حادثة أو شخصا أو واقعة. تفسيري، وهو النمط الذي يفسر ظاهرة ما، أو النمط الحواري، وهو النمط الذي يغلب عليه الحوار بين شخصين أو أكثر. بالرجوع إلى النص، نجد أن النمط الغالب هو النمط الوصفي، طبعاً لأنه يصف أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما هو الأسلوب الغالب في النص؟ يرد هذا السؤال أيضا بكثرة في مواضيع الاختبارات للغة العربية وفي جميع الأطوار. أولا، استخرج من النص الدلائل التي توحي بأساليب النصوص في اللغة العربية. هناك عدة أساليب للنص، وهي الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. الأسلوب الخبري هو كل أسلوب أو هو الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب، أي تحتمل الصواب أو الخطأ. أقول مثلا أحمد مهذب، هذه جملة خبرية. لماذا؟ لأنها تحتمل الصدق كما أنها تحتمل الكذب. يمكن أن أصدق هذا الخبر، هذه الجملة، ويمكن أن أكذبها.
أما الأسلوب الإنشائي فهو كل جملة لا تحتمل الصدق أو الكذب، أي لا تحتمل الخطأ أو الصواب. مثلا الجملة التعجبية: ما أجمل الجو. هذه الجملة تعجبية لا تحتمل الصدق أو الكذب. مثلا السؤال: هل أنت بخير؟ هذا سؤال وهو جملة إنشائية وهو أسلوب إنشائي. الدعاء أيضا، الدعاء من الأساليب الإنشائية: رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. هذا دعاء وهو أسلوب إنشائي. بالرجوع إلى النص نجد أن الأسلوب الغالب هو الأسلوب الخبري. السؤال الرابع: استخرج من النص محسنا بديعيا وبين نوعه. من المهم أيضا أن تعرفوا ما هي المحسنات البديعية. هناك عدة محسنات بديعية وهي الطباق، الجناس، المقابلة، السجع. الطباق هو أن تأتي كلمة وضدها في نفس الجملة أو في نفس الفقرة. الجناس هو أن تأتي كلمة وكلمة أخرى تطابقها في الأحرف، وهناك جناس تام وجناس ناقص. المقابلة هو أن تأتي جملة وجملة أخرى تعاكسها، مثلا العلم نور والجهل ظلام. العلم نور تقابلها الجملة العلم نور تقابلها الجملة الجهل ظلام، هذه مقابلة. السجع نجده كثيرا في الشعر. بالرجوع إلى النص نجد محسنا بديعيا هو الطباق. في العبارة: شرقها وغربها، شرقها وغربها. هذا طباق، وهو طباق الإيجاب. طبعا هناك طباق السلب وطباق الإيجاب. السؤال الخامس وتجدونه بكثرة هو: استخرج من النص صورة بيانية وحدد نوعها. دائما يأتي هذين السؤالين أو غالبا يأتي هذين السؤالين: استخرج محسنا بديعيا ثم استخرج صورة بيانية. يعني يجب عليكم التفرقة بين المحسن البديعي والصورة البيانية. المحسن البديعي كما قلنا هو يا إما طباق، مقابلة، سجع أو جناس. أما الصور البيانية فالصور البيانية عموما هي التشبيه والاستعارة والكناية. التشبيه هو مشاركة أمر لأمر آخر في صفة أو أكثر. مثلا الفلاح كالغيمة في العطاء، هذا تشبيه. الفلاح كالغيمة في العطاء. للتشبيه أركان وهو المشبه، أداة التشبيه، المشبه به، ووجه الشبه. أما الاستعارة هو تشبيه بليغ. ماذا نقصد بالتشبيه البليغ؟ هو تشبيه حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه. لما نحذف في التشبيه وجه الشبه. أما الاستعارة هو تشبيه بليغ. ماذا نقصد بالتشبيه البليغ؟ هو تشبيه حذف منه أداة التشبيه
بالرجوع إلى النص نجد الجملة التالية وهي عبارة عن تشبيه، فأنت كالبدر في تمامه. هذا تشبيه كامل الأركان، أنت هو المشبه، ك أول كاف أداة التشبيه، البدر المشبه به، في تمامه وجه الشبه. هنا شبهنا محمد صلى الله عليه وسلم كالبدر في تمامه. شاهد الفيديو عدة مرات حتى ترسخ الخطوات، كل الخطوات والمعلومات، ثم حاول أن تجيب وحدك على الأسئلة. وفقكم الله جميعا أحبائي وأبنائي، وإلى مرء جديد نترككم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا التعليق أسفل الفيديو وترك أسئلتكم ونحن نجيب عليها بكل رحابة صدر. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.